ولمزيد من التحليل لقرار فيتش ينضم إلينا هاتفيا دكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة. أهلا بيك دكتور هشام. مساء الخير، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور هشام، فيتش تشيد بالإصلاحات الاقتصادية وتصف اقتصاد مصر بالكبير، ما أهمية هذا التقييم في هذا الوقت بالتحديد؟ هو مؤكد التقييم لما بيأتي في توقيت صعبة بيكون له دلالات. بمعنى أنه يمكن خلال العامين الماضيين لما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالمقارنة مع معظم اقتصادات العالم اللي شهدت انخفاض، ده بالتأكيد رسالة جيدة للغاية لكافة المستثمرين، انه الاقتصاد المصري اصبح يتمتع بقدره عاليه على مواجهه الازمات او الصدمات. ومعنى كده انه الاقتصاد المصري اللي نجح انه يعمل معدل نمو ايجابي خلال الازمه يمكن ان يحقق معدل نمو من بين الاعلى على مستوى العالم اذا ما انتهت الاثار السلبيه لجائحه كورونا. والحقيقه ده اهميته، انه هذا التقرير بيلفت انتباه مؤسسات الاستثمار العالميه انه الاقتصاد المصري اقتصاد مستقر امن يحقق مزيد من الربحيه، وبالتالي ده بيجذب انتباه المستثمرين علشان يضخوا مزيد من الاستثمار في الاقتصاد المصري. هل هذا التقرير بيرد على يعني بعض الاقاويل اللي تحدثت او التحليلات تحدثت مع تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بارتفاع الدين الخارجي، هل هذا التقرير بيرد على هذه الجزئيه بالتحديد وبعض الاجزاء الاخرى؟ صحيح، لكن خلينا ناكد على انه مساله حجم الدين مردوده انه كل ما الدين بيستخدم في زياده كبر حجم الاقتصاد كل ما ده بيبقى امر ايجابي. وكل ما الاقتصاد بيتحرك بوتيره متسارعه فده معناه انه المعدل النمو الاقتصادي بيرتفع، الناتج المحلي الاجمالي الجي دي بي بيزيد، ونسبه الدين للناتج المحلي بتتجه لمزيد من الانخفاض. فهي العبره مش بالنسبه الحاليه، لكن العبره الى اي مدى الاقتصاد قادر على انه يستوعب اي تكلفه او تكاليف خاصه بالديون. فالحقيقه ده امر مهم جدا، انه كل ما الاقتصاد بيتجه لمزيد من النمو والتعافي كل ما موضوع الديون ما بيبقاش مشكله، لكن اذا ما كان حجم الديون منخفض والاقتصاد لا يتحرك بوتيره متسارعه يعني الاقتصاد متباطئ، ده بيكون واقع وحجم المشكله اكبر من اقتصاد دينه مرتفع وقدر نمو الاقتصاد بيفيد بشكل طيب. تمام دكتور هشام، اخر سؤال معايا في هذا الموضوع فيما يتعلق بالماليه العامه وضعفها او نقول انها ثغره بيقول عليها تقرير فيتش، ما هي الثغره في الماليه العامه بالتحديد وما ستقوم به الحكومه لسد هذه الثغره؟ هو بدايه نحن نتحدث عن ثغرات، نحن نتحدث عن تحديات. وبدايه الحكومه المصريه بترحب بانه يكون في تقارير دوليه ترصد التحديات اللي بتواجه الاقتصاد، لانه قبل ما بيرصد هذا الامر في التقارير الدوليه الاقتصاد المصري والمؤسسات المصريه هي اللي بتتحدث عن هذه التحديات. بمعنى انه موجه التضخم اللي بتجتاح المجتمع الدولي حاليا وبالتاكيد بتاثر بالسلب على الاقتصاد المصري، الحكومه المصريه مدركه لهذا الامر وتعتبره من التحديات اللي هتواجهها وبتتعامل معاه. وبالتالي مساله انه يرصد في تقارير بعض التحديات اللي بتواجه الاقتصاد بعمد طيب جيد، ده بيلفت الانتباه لحجم التحديات اللي بتواجه اي دوله، وبالتالي احنا بنتعامل مع هذا الامر. وبالمناسبه ما فيش تقرير بيصدر عن دوله زي ما احنا بنسميه كلير يعني نظيف تمام، هو كل التقارير بتشير لامور ايجابيه وتبرز بعض التحديات علشان تلفت الانتباه للمعنيين بالامر علشان يتعاملوا مع هذه التحديات. تمام دكتور هشام ابراهيم، استاذ التمويل والاستثمار جامعه القاهره، شكرا جزيلا لك.